بسم الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الله يوم الدين، ما بعد. وحان سوني مدي إن أن ورامك إلهي أمرك يسنو أنكو هردع ودلينا حفلة عروس ولكن معلن عبد الرحمن معلن محمد علي معلن إن بدنا يوتر عنه معلن سيرة أيها قوشان في دي الله كعبار مريو أحبابتان ماشي جوتو حيث ومتمدي إن أي قروق أولا سورة البقرة إنتي كران كأخريان لغا سجل لغا دوبة صلوات كي حجيان وأي كسوة لغيان عروس كي عروس ده أيضو أي تهاي وحكو دايا شمضان إن دفع عروس آيا وعروس كالغان آيا أي واحد دين إلهي أي قالك التهاي أو مشروع أي كو أغل غلان أنا ومحان حجينا إن إلهي ثواب لنا سيو ولو مدينة نوفر دمانتا خير الله سيو وحا صلواتك سخا صوبة دادكم مقا عابر بليا إنك سوقف البقى إسكي بلديسو هذا ما داد مالك خاصة هاجرة القرآن كهدي أن قالنا سبحان الله بلاد دونا خير الله سيو على موسى الله بلاد دونا مع موسى عبد الله غان صلوات كنوان وحده إن شاء الله تعالى مع موسى تفضل. اللهم ارجعنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وعلم الأولياء والهمنا إلى الملائكة الغارمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من ربك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وإنهم السفهاء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد
برق يجعلون أصابعهم في آذانهم يا صواعق هدر الموت الله محيط بالكافرين يا أيك البرق يغضف أبصارهم كلما الله لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة فيها يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويأتي به كثيرا ما يضل به إلا الفاسقون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يرسل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ما إني أمر الله لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء فسجدوا إلا إبليس أبى وأستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأتى اللهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم لما معكم ولا تكونوا أولا كافر بها ديتكم يا يهدي لما نغني علينا يبتغوا ولا تلبسوا الحق بالوعد أن تلتقوا الحق وأن تلتقوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الناس بالبر وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم الليل من بعده ثم عفونا من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا أتينا موسى الكتاب قوم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جل جلاله موسى ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا عدة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا فقلنا اضرب بعساك الحجر فانفجرت من اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض المفسدين وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فضل لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وبسلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون Oh,
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بذر أوان بين ذلك فقالوا ما تمروا ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها لا نجد بالعقل فلبعا ما كادوا يقلوا والدينة بها لا مجمع تنتظم كذلك فيا كالحجارة وشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه النار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يبيض من خشية الله إلى آخر ما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم روايتكم بإذن ربكم فلا تهونوا ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم لا يظنون بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذت عند الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان.
وإن جاءتكم سارة تبدون وهو محرم عليكم إخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من كفر ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم سبرتم ففريقا كذبتم ففريقا على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينذر الله من فضله على من يشاء من عباده فباهوا بغضب على غضب لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه فلم تقتلون أنبياء الله ما قلتم به لقد جاء موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد نعم ميثاقكم ورفعنا الضور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم وبسماء يمرون إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة ولتجدنهم أرس الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزعزعين عليهم يعمر والله بصير بما يعملون فكان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما به ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل أمريكا فإن الله عدو للكافرين أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الله أوكلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم فلا ترهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وما يعلمان من عهد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من عهد إلا بإذن الله ويتعلمون ما ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله
الكتابِ ولا المشركينَ أن يُعذَر عليكم من غير من ربكم الله من آية أو ننسأها نأتي بغير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء عليم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل من بعد إيمانكم كفارا حسدا من أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فهم له حتى يأتي الأمر الله على كل شيء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إلا بما تعملون بصير يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فأماني ولا تبرانكم إن كنتم صادقين أسلم وجهه لله وهو مسلم قالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يسلون الكتاب هم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون من قولهم مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في حرامها أولئك ما كان ما يدخلها إلا هم في الدنيا غزوان بلا ولد هلال عظيم ولله المشرق والمغرب فأين ما تولوا فثم بيت الله إن الله واسع عليم اتخذ الله ولدا سبحانه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابه قلوبهم وزين للحق يظنون بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أسباب الجحيم أخبر الله عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبعهم تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن أولئك هم الهادون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها أحد ولا جنب ولا جماعة ولا ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال وهدي ظالمي وإني جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل على هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمجه وليلا ثم ظلوا إلى
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا منازلنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وقدم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه وعزيز منها في الدنيا وإنها من آياتنا من أسرارهم. والصادق إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت يا بالعالمين. وسمع إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسب ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيعطيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ساق ويعقوب والأسباط كانوا هودنا ونصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم مما كتب شهادة يده من الله ومن لا اختلاف إلا يعملون. تلك أمة ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله يضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد لنا تغلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربي وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك لمن الظالمين.
هم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم طريقا لا يتمنى قرار الحق من ربك فلا تكونن من المفتدين ولكل وجهة هو موليا فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن لا شطر المسجد الحرام وإنه قد ربك وملاه بغافل ما يعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين والهدى من بعد ما بيناه للناس إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك هم عليهم على التواب الرحيم الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الحاجة إليها اتبعنا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ولو العذاب تعتاد من أسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا أرض الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا
فلنتبع ما ألفينا عليه آباءنا. مثل الذي ينغ بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صمم بهم عمى لا يغرون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله قليلا أولئك ما يكون في بطونه إلا الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما أنذرهم ذلك بأن الله نزل الكتاب قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والسابقين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك رفيق من ربكم ولقد ومن تجنب ذلك فله أداء إليه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لكم العدة ولتكبروا الله ما أتاكم ولعلكم تشكرون. فإني غريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فلستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يشهدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض
من الغد الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرن وأنتم عاكفون في المساجد بالقعدود بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتكونوا فريقا من أموال الناس بما تظلمون يسألونك عن الأهل التي قل هي مواطن للناس والحج أليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى البيوت من أبوابها تغلى لعلكم تفلحون ثقفتمهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم ويقاتلوكم فلهم ذلك فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وعلى الله وانفقوا في سبيل الله ولا تبغوا بايديكم يا تملك واحسنوا ان الله يحب المحسنين واتموا الحج عمره لله فان عسرتم فما استيسر من الهدي الا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله يزيد الإقبال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا في الحج وما دخلوا من خير يهب الله وتزودوا فإن خير الزاد تقوى واتقوا الله أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند من حيث أفاض الناس وسبر الله إلا الله غفور رحيم وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ليفسد فيها ولك لا تونس والله لا يحب الفساد لا قيل له اتق الله اخذت العزه باثم اهل جهنم ولبس بها ومن الناس من يجري نفسه فيها فقال الله رب العباد يا ايها الذين امنوا في السلم كافه
ما جاءتهم البينات فاعلموا أن العزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتي يوم الله في ظلل من الغمام والملائكة وذئب العيش يعلمون. سل بني إسرائيل كما تراهم من آية بينة ومن يبدل لما زل من بعد ما جاءت بينة الحياة الدنيا ويصرون من الذين آمنوا والذين اتبعوا يوم القيامة والله يتلو من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وما يهدي من يشاء على صراط مستقيم. أما سمعتم الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوا فإخوانكم الله يعلمكم ستة في المسلمين ولو شاء الله لعنتكم إن الله مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بالجنة ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا يسألكم عرض لكم فأتوا عرضكم أنا شئتم بين الناس والله سميع عليم.
الذين يلون من نسائهم